ما الهدف من إثارة طلب الرد في جلسة شهادة المشير بالذات، وأن ما حدث من رد المحكمة لم يكن فقط غرضه تعطيل سير القضية، وليس أيضا لمجرد دعاية انتخابية، ولكن أزيد على ذلك أنها كان المقصود منها التعتيم والتشويش على شهادة المشير الذي حضر أمام المحكمة وقرر أقوال كان يجب الرد عليها فورا من قبل المدعين بالحق المدني الذي هو الشعب المصري، قبل أن يكون بضعة مصابين أو مئات المصابين أو الشهداء. هذا أولا. وثانيا أحب أن أقرر أن ليس معنى أننا ضد قرار طلب رد المحكمة أننا نؤيد المحكمة كاملا، ولكن يجب علينا ألا نعلق على أداء المحكمة أو الهيئة الموقرة لتنظر الدعوة، لا يجب علينا التعليق عليه. ولكن السؤال الذي أسأله وأريد إجابة عليه، ما الهدف من إثارة مثل هذا الدفع أو هذا الطلب في هذا التوقيت بالذات؟ وأظن أن من أهم نتائج هذا الطلب هو الفصل بين شهادة المشير طنطاوي وشهادة الفريق سامي عنان الذي كان من المفترض أن يحضر الجلسة التالية، وقد طلبت أثناء الجلسة بالخروج باعتصام بصمت ونعتصم أمام دار القضاء العالي لإعلان موقفنا من الجلسة وليس رد المحكمة، لأن رد المحكمة قد أجلنا حوالي 36 يوم أو 37 يوم، في حين أن احنا ما صدقنا، لأن احنا ناس شغالين في القضية من قبل ما تنظر أمام المحكمة. ويعني مع احترام الشديد للسادة الأساتذة الأفاضل اللي بيجوا يحضروا الجلسات بعد كده، إن احنا كنا أثناء ما كنا بنتلقى البلاغات وبنحرك البلاغات كنا بنتنشأ على أستاذ محامي من الأساتذة الكبار يجي يحضر معنا ويوجهنا، ما كناش بنلاقي. النهاردة جايين وبيعملوا حاجات احنا صراحة رفضينها تماما، احنا رفضين ان يضيعوا مجهودنا ده. والنهاردة القضية بعد ما ترد، عايز برضو اوضح ان بعد ما رد المحكمة، والنهاردة لو جه المستشار رفض الرد واعيدت الدعوة امام المحكمة ذاتها بقيادة المستشار أحمد رفعت، لن تقف سيل طلبات الرد. وحتى لو قبل الرد وتم إحالة الدعوة إلى قاضي آخر، فلن نستطيع أن نوقف طلبات الرد التي هي سوف تعطل سير القضية من قاضي إلى قاضي. إلى جانب أننا نخشى لازلنا نخشى حتى الآن من أننا بعد كل هذا المجهود وإن صدر حكم يتم الطعن بالنقد عليه وتعاد الإجراءات من الأول وجديد. فنحن لسنا مستعدين لمزيد من إهدار الوقت، لأن دماء الشهداء تنادي علينا حتى نستطيع أن نأخذ حقهم ونسترد حقوقهم المسلوبة.